يا قمر
يا سلام، يعني بذات الجمال الموجود في الرباب، الآلة الشعبية المعروفة منذ القدم، وفيها كثير من التفاصيل الجميلة والسمحة، وبالإيقاعات الحلوة وبالكلام الأجمل والكلمات والمضمون والمحتوى. نحن بنرحب بك عبد الباقي الضو، أهلا وسهلا بك. تسلمي كثير والله، وانا الليله سعيده اكون معكم والله. احنا اكثر سعاده، واكثر سعاده بالافتتاح الجميل. يعني تسلمي اذا كثير. كانت دي البدايه، طيب الجاي حيكون كيف يا عبد الجاي احلى ان الباقي؟ شاء الله، احلى الجاي احلى ان اكيد. شاء الله. عبد الباقي، خلينا نبدا معاك في مشوار فنان. مشوار الفنان بدا عند عبد الباقي بواحده من البرامج الفنيه الجميله جدا، ويمكن هي ادتنا اجيال متعاقبه ومختلفه من الفنانين في مختلف المجالات والايقاعات، لا سيما الباديه تحديدا، نعم والانفاس الباديه كانت محطه مهمه جدا يا عند عبد سلام، الباقي برنامج الضو. جميل، ادانا دافع وورانا طريقنا نمشي عليه يعني الحمد لله. وهو الحمد لله رب العالمين، في مشروعنا حنقدم للجمهور وللمشاهد حاجات كثيره قدام ان شاء الله، وكل لحظه بتمشي حنشاهد احلى ان شاء الله. ان شاء الله. عبد الباقي، قبل انفاس البوادي كانت البدايات الاولى في موضوع الدورات المدرسيه. والله بتتذكر اول دوره مدرسيه شاركت فيها؟ والله بتذكر كان في مرحلة الأساس، بعديها اتطورت معاي الموهبة في مرحلة الثانوي أكثر. يعني في البدايات كنت في الثانوي خدت ربابة خاصة في المدرسة، يعني في الطابور أنا معروف صايد، بطلع بقدم حاجتي. لما كملت فترة مرحلة الثانوي خشيت المعسكر عزة السودان تذكر، وكان عندنا مسابقات. آخر حاجة خرجت دفعتي هنا في استاد مدني، يا سلام. في ناس كثير يعني من اللحظة ذيك أكدوا لي إني أنت فنان، ما كنت أعرف نفسي يعني حاجة، بس داري أمشي براك مع نفسك كده، بتدندب مع الناس اللي بدندن، حوالينك ومع وعندي أغاني صحة. بحبها ما قاعد أغنيها للناس، قاعد أغنيها براي. لكن في ناس كثيرة لفتت انتباهي إن أنت لازم تغني. هو الحمد لله رب العالمين وبشكرهم على الكلام ده. طالما استخدمت الربابة من بواكير عهدك، يعني بالضرورة إنك ما لقيت صعوبة في إنك تتعامل معها، كيف لا التعامل معها؟ والله التعامل معاها أنا من قمت لقيت نفسي، ما بتذكر متين اتعلمتها، مصاحبة. من قمت لقيت عندي. يعني عندي في البيت عندي خلاني بيعزف ربابة، عندي أخوي الأكبر مني بيعزف بغني، الطريق لقيته سهل ما سهل لقيت جدا. صعوبة في إنك تقدر تمسكها ولا تتعامل لا معاها ولا؟ ولا حتى أفرق من الزمن منها. طالما إنه كان في ناس قبلك شغالين، أو حتى لقيتها أنت في البيت وهم بيغنوا بيها، معناها ما لقيت مشكلة في إنك أنت تطلع عبد الباقي كفنان للمجتمع، وتقدر يعني ما لقيت اعتراض من الأسرة. لا ما لقيت اعتراض، كل الأسرة واقفة معي في الكلام ده وبتشجعني شديد، دعم منك، دعم شديد. يعني أول كل زامل أي الحياة ما أغنية طالعة بيطرب أول عنك. طبعا الحاجة لازم تسمعها. يا سلام. يعني زامل الحياة ما بيطرب هم في أسرتك عن عبد الباقي بيطربوا. لا بيطربون. طيب شنو الأغنية المحببة اللي حابة تسمعها الوالدة، أو اللي بتحب تسمعها؟ والله عندي أغنية كان طلعتها قريب، كل ما أجي داخل البيت بلقاها مشغلاها طوالي، بدندن بيها. بتدندن بيها. طيب ما نسمعها يا عبد الباقي. حاضر جدا.
زادت يا فنو حتى الزاد قافلو زادوك يا فنو حتى الزاد قافلو عادي شويش نوال حمد الله عبد الباقي. يعني كثير من الناس والشباب تحديدا، خلينا نتكلم بما انك انت شاب في نفس المرحله العمريه، اتجه للربابه بصوره عامه وبقت الان عندها قبول، عندها شعبيه كبيره شديد. نعم مع انها هي موجوده يعني في السودان، موجوده باختلاف المناطق، يعني في الشمال الطنبور وفي في في مناطق البادي وغيرها بمختلف المسميات الموجوده فيها، الا انها هي كآله موجوده وكغنى موجود. غنى موجود يعني كل باديه محتفظ بتراثه. يعني الربابة دي موجودة في كل منطقة، في الغرب عندها مسمى، عنده إيقاع، في الشرق كذلك، وفي الغرب وفي الوسط، عندنا في بادية البطانة، يعني كل منطقة بتختلف من الأخرى. أي واحد أي منطقة عندها إيقاع محدد وعندها مسماها للآلة. نعم. طيب يعني الشباب الآن بقى عندهم إقبال كبير على موضوع الربابة، ممكن يكون شنو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن يكون كانت بالنسبة لهم كلمات ما مفهومة، الآن بقت هي مفهومة، يعني شنو الحل، الحاجة اللي خلت إنه الشباب الآن يتجهوا لموضوع إنهم يستمعوا أكثر للربابة؟ والله آلة الربابة هي قبل كلمات أو قبل أي حاجة، هي آلة قريبة لقلب كل سوداني، يعني آلة بسيطة، ونحن الشعب السوداني بنحب البساطة، حاجة معقدة ما بنحبها، إيقاع خفيف. يعني تلقي الحبوب تتحرك معه، الطفل الصغير، الشباب. الحاجة الثانية الشباب لجوا للربابة، يعني خلاف من الغناء الحديث، يعني كله هو غناء، لكن إيقاعنا نحن الشعبي أقرب ليه، أقرب لكل شاب. يعني بتلقي البادية يعني فيها ناس كثيرة بتغني وبتكتب شعر، زمان ما كان لاقين طريق انه يظهروا في وسائل التواصل، في التلفزيون، محرومين من حاجات كثيره. بس حاليا بيقعد في يعني في كل بيت ممكن توصل رسالتك، من اي بيت توصل رسالتك، ناس تشوفك، تسمع فنك، عشان كده الناس دي كلها كانت داسه الحياه دي. احنا ما حنتحرم طبعا من انه نسمع يا عبد الباقي، رغم انه كثير من الكلام اللي احنا عاوزين نتكلم فيه، ولكن عاوزين نسمع اكثر مما نتكلم. حنسمع شنو؟ حنسمع بسمك البريده، كلمات الشاعر عبد الرحمن أبو النعيمة. نسمع.
الاساس في رضا يا دنيا. اسمي قلبي رضا والاساس في رضا يا دنيا. دفق المشموعة ايدع المبدوعة. دفق المشموعة
في قلب الرضا ولا أساس في الرضا بس في قلب الرضا ولا أساس في الرضا على أساس في الرضا على أساس في الرضا عبد الباقي والله احنا مستمتعين صراحه بالمد الجمالي المختلف ده. وانا يعني ختاما عاوزاك، يمكن كثير من الناس اللي بيتابعونا هم بيكون بالنسبه لهم شيء من الصعوبه في المحتوى وفي الكلمات، عبد الباقي الضوء مع منو يتعامل من الشعراء، والمعروف انه كثير من الحانك بتلحينها انت. والله كل الحاني حقتي، لكن اتعاملت مع شعراء مختلفين كثيرين. برسل تحياتي من هنا للشاعر المبدع الكبير وليد والدبيحي، والشاعر اسماعيل هاشم، علي عطي الزين الصيرابي، احمد الخميني، منهم شعراء كثيره، يعني استاذ سليمان عطيه، استاذ سليمان عطيه، وغريبا ان شاء الله حاغني له ثلاثه اعمال وارسل له تحياتي من هنا. والله نحن بنحييك كمان، شكرا لك كثير يا عبد الباقي، ونحن عندنا مساحه ختام معك هتغني علينا ان شاء الله. شكرا لك كثير، وشكرا لوجودك وحضورك معنا من خلال ظلال الاصيل لهذا اليوم، وتجميلك لمساءاتنا من خلال جميل الالحان والايقاعات، لك التحيه. تسلمي كثير يا استاذه، وحاغني لكم في الضمير معذب. جميل، احنا كمان قبل ما نسمع منك خلينا نحيي المشاهدين ونقول لهم احنا الليله استمتعنا برفقتكم من خلال ساعه ونص من عمر الزمان في ظلال الاصيل. بالتاكيد هي مساحه تواصل كانت بيننا وبينكم، جماعات بيننا وبينكم، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا من خلال الفقرات المتنوعه اللي اعداها لكم فريق اليوم. عاطر تحياتي وفريق العمل، تفضل. عزة منك انت بس.
أعز مني.